خلينا نروح لزوم من هولندا، يان اولد ريكرينك، واحد من افضل المديرين او المدربين الهولنديين، وله نجاحات متعدده مع الانديه في بلجيكا وهولندا وتركيا، وساهم في تكوين هذا الجيل الرائع الحالي من لاعبي ونجوم المنتخب الهولندي. على سبيل المثال داني بليند القائد الحالي للمنتخب الهولندي، وماتياس دي ليخت واحد من اللاعبين الكبار في ايضا الدوري في المنتخب الهولندي. خلينا نرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، طبعا سبق له العمل مع لويس فان جال المدير الفني للمنتخب الهولندي الحالي. اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا على هذه الفرصه. طيب. وانا استطيع ان اشارك في هذا الحوار. طيب، يعني كيف ترى بداية هولندا في كأس العالم 22 بالفوز على السنغال ثم التعادل مع الإكوادور؟ أعتقد أن البداية لم تكن جيدة للغاية، بحيث أننا لم نحرز سوى 4 نقاط، ولكن بالنسبة لنا من المهم هي الطريقة التي تحرز بها النتيجة، وأعتقد أن الطريقة التي لعبنا بها لم تكن ربما جيدة أو مبدعة، أو لم يكن هناك هجوم أيضا، ولكن حدث بعد ذلك ربما بعض التحسن. طيب، توقعاتك للمباراة القادمة بالنسبة للمنتخب الهولندي، هولندا وقطر، خصوصا في ظل أن هناك العديد من وسائل الإعلام تتكلم عن أن الشكل الهولندي لم يكن بالشكل المطلوب. الكل في هولندا أيضا يقول ذلك، أننا لم نلعب كما كان متوقعا، وأيضا المدربين لم يكونوا سعداء بالطريقة التي لعبنا بها، وهناك أيضا كانت بعض المشاكل، وإذا تحدثنا عن إكوادور فكانت لهم خسائر، وأيضا كانت لهم نتائج مختلفة مع البرازيل وعلى الأرجنتين، ولكن أعتقد أن قطر فرصة جيدة أن نظهر المزايا التي نلعب بها والطريقة التي نلعب بها، وأيضا أن نضغط بصورة كبيرة، وأعتقد أنه حان الوقت الآن نظهر هويتنا، وهذا مهم جدا في كرة القدم. أنا عارف أن حضرتك عملت مع لويس فان جال كما ذكرنا، ولك فضل كبير في تكوين هذا الجيل الحالي من معظم اللاعبين النجوم اللي موجودين. هل تتوقع الوصول بهذا الجيل وفي ظل هذا الأداء اللي حتى الآن ما شفناش، إن احنا بنسميه الطواحين الهولندية أيام زمان، يعني ما شفناش هذا الأداء، هل من الممكن أن يصل المنتخب الهولندي إلى نصف النهائي؟ أعتقد لعدة أسباب يمكن أن نصل، وأعتقد أني أو أؤمن أن ليس لدينا ربما اللاعبين الكبار في أوروبا، فان دايك وأيضا في الوسط وممفيس وفي الدفاع والهجوم، أيضا لدينا لاعبين مميزين، ولكن أعتقد حتى الآن في هولندا تطورنا في اللعب بصورة جيدة، وهناك أساليب تكتيكية، ويمكن أن يكون لنا مزايا كبيرة عن بعض الدول الأخرى، لهذا أتوقع أن هذا سيكون ميزة بالنسبة لنا. ونعلم أيضا أن في الجولة القادمة في بعد مباراة قطر ربما تكون إيران أو الولايات المتحدة، وبعد ذلك في الربع النهائي ربما تكون الأرجنتين، نواجه الأرجنتين، وكما هي كما تسير الأمور، لهذا لدينا مميزات كثيرة في هذه الجولات، وأأمل من كل قلبي أن نستطيع أن نظهر بعض ربما الأداء والتاريخ الذي بنيناه على مدار 100 عام الماضية. توقعاتك لباقي المنتخبات ومن يستطيع الوصول إلى المربع الذهبي في كأس العالم؟ بالنسبة لي هناك فريقان مميزان، البرازيل
أفضلهم كثيرا، فرنسا أفضلها أيضا. فأنا أرى أن هذين الفريقين لديهم نجوم كبار الهجوم، وفرنسا لديهم بابي وأيضا من اللاعبين الكبار الذين يمكن أن يحدث تغيير كبير، والبرازيل أيضا لديهم ثلاثة لاعبين كبار، وأيضا اللاعبين على دكة الاحتياط لديهم لاعبين على مستوى عال للغاية، ودافينيا، وهناك أيضا لاعبين مميزين كما ذكرت. أنا منذ الأمس عندما تابعت الفريق الألماني، ربما للأسف لديهم بعض المشاكل، وما شاء الله أيضا لديهم لاعبين جيدين. إذن بالنسبة لي فرنسا والبرازيل الاثنين ربما أفضلهم، وألمانيا أعتقد أن ما زال لديهم فرصة لاستكمال البطولة. هل ترى الأرجنتين بهذا المستوى برضو بعيدين عن الوصول إلى المباراة النهائية أو القبل النهائية؟ أرجنتين. الأرجنتين دائما لديهم لعبة جيدة، ميسي بالتأكيد، رونالدو يمكن دائما أن يحرزوا فرق كبير، وهذا ما أحرزه ميسي في المباراة السابقة، ولكن أعتقد أن اللعب كفريق هو الشيء المهم في هذه البطولة. إذا نظرت إلى فرنسا والبرازيل فهم يلعبون بصورة، فكلهم يلعبون في الهجوم وأيضا الدفاع، وهذا هو الفرق ما بين الأرجنتين وأيضا ميسي في هذه الحالة. هو ربما لديهم لاعبين مميزين للغاية، وفرنسا والبرازيل ترى اللاعبين يلعبون يبذلون قصارى جهدهم، رافيا وكل اللاعبين هم يلعبون كفريق، والأرجنتين لديهم لاعبين جيدين، ولكن بالنسبة لي الأمر مرتبط أيضا باللعب كفريق. طيب، لك خبرات كثيرة في تدريب في أوروبا وأسيا وأفريقيا، هل ترى أنه يوجد هناك تطور كبير في مستوى المنتخبات الإفريقية؟ أعتقد أن كان هناك تطور كبير، فاليوم يلعبون بصورة تكتيكية كبيرة، وهناك تشكيل هام، وظهر هذا التطور على مدار السنوات الماضية. أعتقد أن الفرق الكبير يكمن في أن الدول الأخرى ربما لديها خبراء، وأيضا هناك تطور كبير في الكرة الإفريقية. وأعتقد على سبيل المثال كيف تدرب اللاعب، كيف تعلمهم في طريقة بسيطة وتخرج أفضل ما لديهم، وقد لديهم الإمكانيات الكبيرة. وأنا أؤمن إذا أعطيتهم التشكيل المناسب والتدريبات اللازمة والتعليمات المناسبة، فإن الكرة الأفريقية لديها مستقبل كبير، وهناك لديهم ربما نجاحات كبيرة على مدار الأعوام الماضية، ولديهم فرص كبيرة. ويمكن الموضوع يحتاج إلى تعليم أكثر ربما. أخيرا الكوتش يان، هل لفت نظرك أي من المدربين أو المديرين الفنيين في كأس العالم بالكامل؟ يعني لو قلت مين أفضل اثنين أو ثلاثة مديرين فنيين، تقدر نقول مين؟ هذا سؤال صعب للغاية. رينا كان خاص للغاية. أعتقد أيضا أن المدرب الياباني كان مميز للغاية، ولكن المدرب عليه أن يعرف اللعبة، وعليه أن يبني فريق، عليه أن يتصرف في هذا الإطار، وكيف تتعامل
وتتواصل مع اللاعبين وكيف تدير المشاكل وكيف تتواصل مع الإعلام. فهناك الكثير من النقاط، وأنا أعرف أن المدرب الهولندي على سبيل المثال أعرفه جيدا، هو يستطيع بناء فريقه، هو يعتني بالفريق وأن الفريق أكبر من اللاعب الفردي، وبالنسبة لي هو مثال كبير وهام بالنسبة لأي مدرب ربما، لأن هذا هو ما نحتاجه اليوم، لأننا ليس لدينا ربما لاعبين لايك روبرت وشنايدر، لهذا يجب علينا أن نكون جيدين كفريق، وأعتقد أن لدينا المدرب لذلك. شكرا مستر يان اولد ريكرينك، مدير اكاديميه اياكس امستردام والمدير الفني السابق لجلطة سراي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.